الكاذبون واشهد ان لا اله الا الله مدمر القياصره وهازم الجبابره وقاتل الاكاسره واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا رسول الله خير من صلى وخير من صام وخير من وحدى وخير من قام نسأل الله تعالى شفاعته يوم تزور الأقدام. أحبتي في الله هنيئا لكم بالعيد وتقدم الله منا ومنكم أعيادنا طاعة أعيادنا ربانية طاعة لله وعبودية. نعم نفرح ونلعب ونمرح ونأخذ الأجر من الله عز وجل. قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويوم يومان يلعبون فيهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا هو يوم التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. علمنا الإسلام التكبير في بعض أمورنا علمنا الإسلام والمكبر إذا أذنا للصلاة وعلمنا المكبر إذا أقمنا الصلاة وعلمنا المكبر إذا دخلنا في الصلاة وعلمنا
بالله العظيم لو ان الجيوش العربيه خاطئه
دماء المسلمين ليست رخيصة، دماء المسلمين أفضل دماء وأغلى دماء. نعم يا أحبة، نعم يا أحبة، أقول للشهداء والله إنكم في فرح عظيم، والله إنكم في فرح عظيم، أنتم في حراس الخير تسرح في أنهار الجنة وتجد أنهار الجنة. وأقول للقاتل اللعين، أقول لمن قتل الشهيد، أقول له وحسرتاه ومصيبتاه وخيبتاه. إن كنت تظن أن أحدا لا يعرفك فكفاك أن الله يعرفك، وسيأتي بك يوم القيامة وسيحاسبك الله. فمن جريمة أعظم عند الله عز وجل من جريمة القتل؟ ومن عقاب العذاب توعد الله به أحدا مثل ما توعد القاتل؟ ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نعم من شرك بس، من شرك ليس وله شرك ثاني، من شرك وله بعيد معلوم، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة آخذاً بيد القاتل يقول تشبو أوداده دما قلوبه تنبت دما، يقول يا ربي كل هذا فيما قتلني. إذا كان الرجل يقول وإذا المقتول ذات السوء لذة بأي ذنب قتل، ولكن الله Yeah.
يميت الله الخبيث الى الطير. لازم احنا عارفه لازم احبك، لازم احب عشان الفرح، لازم نقول كده ليه، ولازم نقول احنا اهل النصر، اهل غزه 51 يوم حرب، واليهود سارقوا الدنيا باحمالها على حماس، جابولك التحرر مع حماس. ما عدناش بنسمع التحرر مع حماس، ما حماس قاعده في مصر هي بتاعت 18 شهر، حماس في مصر لا شهر تتحرر مع اهل مصر. ها اسمع لازم هي عليك انا، لازم حماس لازم هي عليك. سبحان الله العظيم يا اخي، هترجعوا المساكن بتاعتكم على قرار محمد الغيث القائد العام لقوات القسام بالفقران من نتنياهو، بالفقران من يحرموا على اسبانوه. يا ويل ده اسبانوه لما راح يزور القطاع هرب، هرب والله ما عرف يحكم ابدا. قالوا له كان انت المدرس في السلاح وفي الحراسات ومش عارف تكفر، امال انتوا سايبيننا كده مبسوطه اهل حماس. نعم يا احبه، هم الذين يتفرقون وهم الذين يقررون الشقاوه والله، هم الذين ربنا نصرهم. صلاه الفجر عندهم كصلاه الجمعه عندنا، صلاه الفجر عندهم كصلاه الجمعه عندنا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بس يا اخي سبحان الله، احنا مع المقاومة. فين الناس اللي كانت بتتكلم من المقاومة؟ فين الناس اللي كانت عمالة تلعن وتشكر وتعمل؟ فين الناس النهاردة؟ كله حاطط زيادة وساكت، كله ساكت. يا أحبة لابد من الصبحيات، طريق النصر طويل والجنة غالية، حبة الجنة في مكانه وحبة النار بالشهوات. على إن سلعة الله الغالية، على إن سلعة الله هي الجنة. نسأل الله تعالى الجنة، ونسأل الله تعالى أن يعلم المقربون إلى الجنة. فالنصر آمن والله، ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموتى لا يخشى إلا الله والذئب على هرمه. إن المنصر وكرامه والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. نعم والله يا احبه، والله لو صممنا الله هذا الدين لابد للفجر ان ينجح. مفيش حربه حيويه كده هتفضل حربه حيويه، لازم تنفجر فيهزم الدم ويولون الدبر. بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر، نصر احكامنا لا نصر امركنا. في ناس النهارده ما يزورش الميت طول السنه، مع ان الميت يشتغل في الحياه طول السنه، ما يزورش الميت الا في يوم العيد. مفروض يوم العيد يزور الاحياء، لا يروح يزور الاموات. هذه بدعه منحرفه ما انزل الله بها من سلطان. نصر ديناننا، نحب بعضنا بعضا، انما المؤمنون اخوه. نعم يا احبه، نتضاور ونتراحم. وما اعظم هذا الاجر العظيم الذي يرقى الى الله عز وجل مباشره من ذبح الاضاحي، فقبل ان يقع الدم على الارض فهو عند الله في مكانه. نرفع ايدينا الى الله عز وجل الذي هو على كل شر قدير، الذي قال وقولي استجب لكم. اللهم صل وسلم لكم فيه، اللهم لا نجيب دعواه ولا غاصب الزناه ويا رب الارض والسماوات ويا قاضي الحاجه.
من دين